البداية كانت منذ عزمه ترشح للانتخابات الرئاسية 2014 بدعوة الدولة والمجتمع بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الحقوق التي كفلها لهم الدستور والاتفاقيات الدولية. وكان أول تطبيق عملي قام به الرئيس السيسي هو افتتاح فعاليات الدورة الثامنة للألعاب الإقليمية لأولمبياد المعاقين في 5 من ديسمبر 2014، لتتوالى فيما بعد خطوات الدولة العملية لتمكين تلك الفئة من كافة حقوقها، وهو ما كفله لهم إقرار السيد الرئيس القانون رقم 10 والذي وضعهم على خريطة أولويات الدولة. لقد أفرد الدستور المصري عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، فضلا عن ضمان تمثيلهم المناسب في الانتخابات المحلية وانتخابات مجلس النواب، وكذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم، نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. تنمية مهارات طلاب مدارس مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة في المرحلة قبل التعليم الجامعي هدف أكد الرئيس السيسي المضي قدما نحو تحقيقه من خلال تقديم الدعم اللازم من قبل كافة أجهزة الدولة. أنا بحط من صندوق تحيا مصر اللي المصريين بيساهموا فيه، اللي الموضوع ده تحت تصرف السيد وزير التربية والتعليم، 500 مليون جنيه لهذا الأمر. الرئيس السيسي أكد أيضا ضرورة تضافر الجهود من قبل الدولة ومنظمات المجتمع الدولي والقطاع الخاص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. أدعو الجميع سواء من المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني إلى التعاون الوثيق من أجل الارتقاء ومتحدي الإعاقة من أبنائنا الطلاب، حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا المنشودة في هذا الخصوص. وإيمانا بأهمية الملتقى أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لانعقاده سنويا لإتاحته الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة وليصبح ملتقى عالميا يتنافس عبره ذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف دول العالم ويلتقي أيضا المتخصصون في هذا المجال.